إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعا، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لازم أن يخلع الجورب. أي معلوم لو قصر الشراب هو يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حرما بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.